أيها الأحرار العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم. ومن أول الشقة اللي أنت قاعد فيها مرورا بالشارع اللي فيه الشقة اللي أنت قاعد فيها، انتهاءا بالحي اللي فيه الشارع اللي فيه الشقة اللي أنت ساكن فيها، وانتهاءا بالشركة اللي أنت شغال فيها، لحد البلد كلها. البلد كلها بقت معرض كبير للبيع أو التأجير، ولو أنت فلت تلاقي الإتاوة أو الضريبة في انتظارك. إتاوة يا بيه، ضريبة يا هانم. اتفرج يا حضرات على حي بالكامل اتأجر، فرض إتاوات في أحد المناطق، مناطق النزهة، فرض إتاوة. اتفرج على البوست ده كده واسمع اللي فيه. العب يا مو. هليوبلس مصر الجديدة. تخيل حضرتك تنزل من بيتك تلاقي أشخاص شكلهم مريب تحت بيتك ومعهم أقبع بلاستيكية وصناديق خشب، وبيقول حضرتك احنا اجرنا الشارع من الحي ومعانا ايصالين بالدفع للحي بمبلغ 3500 جنيه، وفي دقائق تحول الشارع الهادي النظيف لمرتع للبلطجية وارباب السوابق واصحاب نصبات الشاي وجراد الغسيل السيارات وسواقين التاكسيات. هذا ما حدث لنا ايها السادة امس. نحن سكان شارع احمد مصطفى امتداد مسجد العريفي داخل عند مدخل نزهة، توجهنا فورا لنقطة الشرطة وحررنا محضر لإثبات هذه الحالة التي ليس لها هدف سوى تشويه كل ما هو جميل في حي النزهة. حدث هذا الأمر أيضا في شارع زهرة المدائن أمام مكتب بريد النزهة، فتحول الشارع إلى عشش قبيحة وسلاسل ومتاريس لمنع السكان في ركن سياراتهم، غير لما يدفعوا إتاوة شهرية قدرها 400 جنيه، وغير الساكن يدفع 10 جنيه في الساعة. وبعد أن تم تدمير كافة الحدائق وتبويرها في كل النزهة الجديدة التي كانت جميلة، غير انتشار المخالفات في كل شبر في هذا الحي، غير انتشار الأكشاك اللي أصبحت بالمئات بين كل منها أقل من 10 أمتار، وأنشطتها المريبة في بيع كل ما هو مخالف، وحضراتكم طبعا فاهمين قصدي إيه، غير انتشار القهاوي التي تسهر للساعات الأولى من الصباح والتي يتم غلقها قبل دقائق من وصول أي حملة لغلقها لعلمهم المسبق من أحد أفراد هذه الحملات السورية، نظير ما تعلمونه جميعا. مداخل العمارات أصبحت ملكا لأصحاب المحلات، يضعون أمامها جحديد ومتاريس لمنعنا من الركن أمام بيوتنا. الكلاب الضالة والمسعورة بالمئات في الشوارع حول أكوام القمامة المنتشرة في كل شارع. شوارع النزهة أصبحت بيوت للأشباح عند حلول الظلام. فمنذ أكثر من شهر والأعمدة مطفأة والشوارع مرتع للسرقات وقطف الموبايلات وشنط السيدات والموبايلات، ورغم تقديمنا للعديد من الشكاوى فلا حياة لمن تنادي، وكأن هناك أيدي خفية تتعمد تشويه حي النزهة وتحويله لحي عشوائي مع سبق الإصرار. نحن سكان النزهة نعاني ولا يستجيب، فالشوارع تحتاج إلى تطوير وسفلتة وإنارة وتقليم الأشجار ووضع المحد للمخالفات اليومية، وأصبح المشاة يمشون في نصف الطريق لاختفاء الأرصفة دون رادع، فالمحلات احتلت الأرصفة والقهاوي احتلت الأرصفة ونزلت على الشوارع، كل ذلك وأكثر بكثير جدا ويحدث لحي النزهة. السؤال هنا، لمصلحة من يتم هذا التدمير المتعمد لحي؟ أنا بقى اللي لفت نظرنا يا حضرات فكرة إن يجوا ناس يقولك إحنا أجرنا من الحي الشارع ده، دي أول مرة أسمعها في حياتي. أهو عشان بس الراجل يبقى واثق معاك، أدي وصل التأجير، أهو ادي الوصل اللي قدمه لما الناس راحت اشتكيته في الاسم، ادي الوصل اهو، دفع 3591 جنيه. الراجل سدد الوصل وخد وصل وحول الشارع بقى الى متاريس زي ما شفنا الصوره اللي فاتت اللي هناك دي، ايوه دي كده بقى، وعمل جراجات للعربيات. وادفع يا معلم، عايز تدفع تركن 400 جنيه في الشهر، ده غير 10 جنيه عن كل ساعه، ووقفوا البلطجيه والعربجيه، ده غير لك شك. مش بس النزهه كلها، مش بس النزهة، لا، مصر كلها بقت للتأجير بالقانون ده. القانون ده الحقيقة اللي خلانا، القانون بتاع السايس ده اللي خلى السايس وضعه مقنن. احنا مع وضعية او تقنين وضع السايس، لكن القانون اللي انت هتشوفه دلوقتي بتاع تقنين السايس اهو، بعد تقنين وضعية السايس برلماني القانون يقضي على اعمال البلطجة. اتفضل. أعلن مجلس النواب الموافقة على قانون تقنين السايس في الشوارع العامة لتنظيم المحلات، لتنظيم عملية ركن السيارات في المناطق الحيوية، مع وضع شروط ولوائح يلتزم بها لمنحه رخصة مزاولة المهنة. كمان في خبر كان في 2017 عن الداخلية بتؤيد، الداخلية تؤيد أو نؤيد تقنين وضع السايس في مشروع قانون لساحات انتظار السيارات.
اللي معاه فلوس أجر، معاك فلوس هي شعار المرحلة، معاك فلوس تعالى وخد، تعالى وشيل. حتى المخالف على أرض مخالفة، السيسي قال لك اللي واخد أرض مخالفة هات شوال الفلوس وتعالى وأنا ملكك. اسمع كده السيسي كان قالها في 2017. يجيب شنطه، شنط الايه؟ بلغنا والله يا فندم. لا لا مش بلغنا والله بلغنا. يجيب ايه يا فندم؟ شنط طبعا، شنط الفلوس ويخش. اللي هيقلن يجيب شنطه، يجيب الشنط. عايز حي، عايز شارع، عايز كوبري، عايز اي حاجه، هات شنط فلوس واخلص. الوزير كمان عن شكوى، كان الوزير كان بيتكلم عن شكوى ارتفاع رسوم الكارته، قال لك لازم نساهم وممكن نعمل اشتراكات. اهو لازم نساهم وممكن نعمل اشتراكات في الكارته، يبقى ببلدنا وبندفع ضرايبها وفي نفس الوقت هم كمان يدفعوك وانت معدي. شوف الست دي اللي كانت بتشكي من الكارته، وشوف السيسي قال لك ادفع، مفيش ببلاش. اسمعوا الاثنين دول، البنوته دي او الست دي كانت بتشكي من الكارته اللي دفعتها رايح جاي وهي داخل مصر، داخل جمهوريه مصر العربيه وداخل نطاق محافظه القاهره الكبرى. واسمع السيسي لما قال لها هعمل لك بس ببلاش. لا نسمع الاثنين كده. فانا حتى لما جيت اديله بقول له انا لسه قطع حام في مصر اسكندريه صح، ده ما استخدمتوش، قال لي لا ده ما يخصناش. بعد بقى ما خلصت بقى بوابه رد الفرج دي لقيت كارته تانية، فرحت مطلعه له طبعا بشكل ارادي، يعني قلت له ايه اتفضل، قال لي لا لا حضرتك دي بقى طريق بوابه كوبري تحيا مصر، فدي حضرتك ب 20 جنيه. 20 جنيه ما تتضايقش ادفع بقى. فتخيلوا كوبري مساحته كيلو تقريبا او طوله كيلو، ادفع فيها 20 جنيه مشوار صد رد كده. فانا راجعه وقفت برضو في نفس بوابه محور طريق بوابه كوبري تحيا مصر، فديته بقى التذكره اللي هو لسه قطعها من نص ساعه، قال لي لا لا ده وانت رايحه وانت راجعه بقى هتدفعي التاني. فروحت دافع التاني 20 جنيه ما تتضايقش ادفع بقى، عشان ايه عديت من البوابه دي، بوابه بس تعديها كده ب 20 جنيه. وبعدين رحت رود الفرج تاني اللي هي بوابه رود الفرج برضو، رحت دافع 10 جنيه تاني. وايوه ادفع، هي مفيش حاجه كده ببلاش، مفيش ببلاش خلاص وحياه ربنا. وبعدين نزلت بقى على الطريق بتاع مصر اسكندريه الصحراء اللي هو اول ما بنزله وبلاقي الدخله بتاعت صادق دي، بقوم داخله فدفعت 10 جنيه تاني. ما تتضايقش ادفع بقى. يعني انا عشان اروح من الشيخ زايد لشبرا اللي هي من جوه مصر لجوه مصر برضو ادفع 80 جنيه، يعني انا ادفع 80 جنيه كل دي كارتات ادفعها عشان اروح من الشيخ زايد لحد شبرا ليه؟ في ايه يعني 80 جنيه ده الطريق فاضي ما حدش بيستخدمه. ما تتضايقش ادفع بقى. ايوه ادفع بقى. امال ايه، الراجل عارض كل حاجه للبيع. حتى وزيره البيئه بتقول للشروق النهارده بوابه الكترونيه لتحصيل رسوم دخول المحميات قريبا. ميرسي يا مدام قوي، يعني جت على المحميات. مش بس حضرتك البيت اللي انت ساكن فيه اللي بتدفع فيه غاز وكهرباء نار، ولا الشارع اللي انت فيه هيتأجر لأي بلطجية عشان يعملوا عليه متاريس ويخلوك تركن بفلوس، ولا الحي اللي انت ساكن فيه اللي فيه الشارع اللي فيه البيت، ولا حتى المحميات، ولا الكوبري زي البنوتة كانت بتقول رايحة جاية 80 جنيه. الشركات حضرتك كمان بقت في مرمى النيران للبيع. هشام توفيق القاهرة، تصفية الشركات الخاسرة كان حلا لعدم وجود أصول كافية لتغطية مديونيتها. الأخ هشام توفيق جاي يبيع ما تبقى من شركات ما اتباعتش وهيبيعوا، يلا دخل 63 شركة. الراجل يعني قرروا يبيعوا مصر كلها عجنط. ده وزير قطاع الأعمال اللي كان بيقول برضو إغلاق الشركات، شركة الحديد والصلب أحد الخيارات المطروحة. صرح بناء عبد الناصر اسمه الحديد والصلب، صرح كنا بنغني له. الراجل بيقول لك اغلاق شركه الحديد والصلب احد الخيارات المطروح، اغلاقها. مش مهم العمال اللي فيها، مش مهم ان في اجيال قعدت تغني لهذا الصرح العظيم، انما مش مشكله احنا نقفل. ليه نقفل؟ عشان يجي حد يشيله. خليني بقى اوريك الشركات المطروحه كلها، شركات مصر المعروضه للتصفيه. اتفضل. مع العام الجديد شركات في طريق التصفيه، القبضه للقطن والغزل والنسيج، الحديد والصلب خلاص دي هيغلقوها او يعني احد المطروحات،
ثلاث شركات تابعين للشركة القابضة للصناعات، الشركة الشرقية للدخان خلاص اتباعت، كل ده خلاص. في الشركة دلوقتي إلا محطين عينين بس يجي الزبون. البلد كلها يا حضرات بقت للبيع أو الإيجار أو البيع. البيع حتى للإمارات، اسمع كده الخبر، الإمارات بتشتري، الحقيقة خبر كان قدامنا في الموشن جريدة، الإمارات تشتري أو بتأجر مصر كلها. شوف تفضل. حضرة السيسي، استحواذ الإمارات على مصر. قطاع الصحة، استحوذت شركة أبراج كابيتال الإماراتية على أكبر كيانات طبية داخل مصر. شراء 12 مستشفى خاصا أبرزها القاهرة التخصصي وبدراوي والقاهرة وكليوباترا والنيل، بجانب معامل التحاليل الأشهر ومنها المختبر والبرج، وكذلك شراء شركة آمون للأدوية. الإعلام، قناة تن وأغلقت في ديسمبر 2019، شريك في مجموعة قنوات سي بي سي. مليار جنيه كمنحة لدعم إطلاق شبكة دي إم سي. الآثار، اتهامها بتهريب أكثر من 30 قطعة في متحف اللوفر بأبو ظبي. التعليم، أعلنت المجموعة المالية هيرمس جذبها تعهدات إماراتية لاستثمار 119 مليون دولار في قطاع التعليم بمصر بالشراكة مع مؤسسة جيمس للتعليم ومقرها دبي. مجال الاتصالات، اتصالات مصر الإماراتية من حيث أعلى الإيرادات بين شركات المحمول، وتستعد لضخ 4,500,000,000 جنيه خلال عام 2020. بقى المنظر عامل ازاي بعد كل البيع ده؟ عايزين نطمن اهالي هليوبلس والنزهة الجديدة، ده البلد كلها بتتباع. ده الراجل رفع شعار الجنيه ولا الكرنيه، الراجل اللي رفع شعار اللي معاه فلوس يشيل اي حاجة، اي حاجة في البلد. بعد ده اهالي النزهة اللي بيشتكوا من المنظر ده، ان جم بلطجية واجروا من الحي، وادي الوصلات اللي اجروا بيها ومحدش يقدر يفتح بقه في الحي. بعد كل ده الحقيقة محدش يقدر يتكلم، السيسي رفع الشعار الفلوس. عشان كده الناس علقت قالت لك ادي واحد قال لك الحواجز الاسمنت اللي لسه معموله من اسابيع اتكسرت تاني عشان عبقريه التخطيط دي، تكلفتها نتحملها احنا من ضمن ال 500 جنيه للمتر. ده واحد بيتكلم على الطريق اللي لسه متكسر جديد وهو لسه معمول اصلا الحواجز الاسمنتيه بتاعته. مصر الجديده والمهندسين اللي تم الحقيقه تبويرهم، خلينا نشوف الناس قالت ايه على فكره اللي حصل في النزهه الجديده. ادي حد بيقول لك رجاله الحي او المنطقه اتجمعوا ويدوهم علقه صح كل لما يشوفوهم، وكده يبقى لدى الحل المناسب في ظل التعنت الواضح من قبل مسؤولو الحي. يا راجل ده كلام يا راجل. اما رامي فقال لك ما يؤخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه في ظل قانون الغاب والجنيه اللي عايشين فيه. برضو يا رامي ده مش حل، دول عربجيه وبلطجيه. السيد سيد بيقول لك نفس الامر تقريبا في شوارع المعادي اللي كانت ضاحيه المعادي، نفس الامر متاجر برضو لبلطجيه. ده البلد كلها يا معلم، ادي واحد من المعادي انا مالي هو اللي بيقول. احمد بيقول لك تقريبا كده الدوله دي عمرها ما شفت لاي حل من احيائها رئيس حي عليه القيمه، تقريبا كده بيجيبوهم خارجين على المعاش وبيكسلوا ينزلوا يشوفوا شغلهم وشغالين في جهات اخرى زي مخالفات المباني ودفع الغرامات. اما الشوارع سايبينها للموظفين الصغيرين يسترزقوا منها عشان ينشغلوا على المصالح الكبيره والصفقات الاخرى. وتدخل تدخل تلاقي رئيس الحي حاطط ايه قرانيه في مدخل الحي وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم عملكم ورسوله والمؤمنون.